الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها أن تأكل حبوب منع الدورة أكرمكم الله في أيام العشر من رمضان؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه الدليل، وبناء على هذا الأصل فلا أرى إن شاء الله عز وجل بأسا ولا مانعا ولا حرجا بتناول هذه الحبوب حتى تدرك المرأة الصيام والقيام في هذه العشر كاملة، فإن إدراكها غنيمة عظيمة ومقصود من مقاصد الشرع، وفيها ليلة القدر، وكم في هذه العشر من الفضائل والأجور إذا تقبل الله عز وجل من الإنسان عبادته. فتأخير الدورة الشرعية بتناول هذه الحبوب لتحصيل مقاصد الصوم والقيام وقراءة القرآن في هذه العشر مقصود حسن لا بأس به، ولكن شريطة ألا يكون ثمة ضرر في تناولها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت طبياً أنه لا ضرر في تناول هذه الحبوب ولا في تأخير الدورة عن وقتها الشهري، فإنه لا بأس حينئذ بتناولها، والله أعلم.